أنا بشرفني أطلب منك إيد وردي. والله يا فارس أفندي، نحن بيحصلنا الشرف، بس الأصول إنه نسأل البنت، ما هيك؟ شو رأيك وردي خانم؟ أنا موافقة صهري. إن شاء الله ألف مبروك. خلص معناتها بكرة بنكتب الكتاب والخميس جاي بنعمل العرس. لا لا ما في عرس. ليش بقى؟ كيف ليش يا عاصم؟ أنت ناسي إنه اللي مات هو صهري جوز أختي؟ والله راحت عم بالي. الله يرحمه. حتى كتب الكتاب بدنا نتركه شوي مخبى، وخاصة عن أهلي. أنا ما بدي زعل حدا. صاحب واجب سيدي فارس. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك صهري. مبروك تقبريني. الله يبارك فيك يا رب. شو عسل الدهر إلهي يا رب يا رب. إيه والله. كنت مشغول كثير. يعطيك العافية حبيبي. الله يبارك. ما بدك تاكل أمي؟ لا مش جوعان. كيف صفية؟ فيك يا أمي أخ، شو كيف الحال معك؟ زعلانة كثير على جوزك. ما حق تزعل يا أمي. صهر الرجال بينزعل علي. بس شو بدنا نعمل؟ هذا قدر. حظها لهالبنت طلع أسود من الليل. قوم نام أمي، قوم نام. واترك حملك على ربك. هو بدك. يلا تصبح على خير يا حبيبي. أنت بخير. شو بيك يا ادهم؟ قلت لك نحن مثل اخوه وما في شيء بيفرقنا. وانا مستعد دوس على كل شيء لحتى اصير ولحتى اوصل للي بدي اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا أهلي. عاصم